خد لي أكثر من لقطة وبالآخر أنا بختار. شو هالمجلة يلي بإيدك؟ أمي وقفي خلي صورك. خالتي هذا المطلوب. إذا هيك معك حق. يعني برأيك كيف لازم أتصور؟ وقفي قدام الفرن. إذا بتحب بحط طاقية معكن الشيف غصون. إيه بكفي عطيني لشوف شو صورت. ليك هي أخذتها من دون ما انتبه وطلعوا مناخير كبار فيها. هاد طبيعي من كتر ما بتحشريهم. دخيلك خالتي. وقف لشوف انت كيف رح تطلع. يلا بلا خجل هلأ رح صورك. صورت. هاتي لشوف هالتليفون. عن جد سليم ومعقول انت طالع أحلى مني بكتير. شو أخبارك؟ منيح والله. وأنت؟ منيح ماشي الحال. ليش معزلي حالك؟ هاتي إجا بوقته. ها تعبنا كتير اليوم. إيه معك حق. لحتى نرتاح من بعد هالتعب لازمنا اليوم عشا يكون مرتب. شو رأيك؟ والله بتمنى بس صعب اليوم. الليلة أنا مسافر على لندن. عندك شغل؟ فترة قصيرة ورح ترجع؟ مو مبين قديش الوقت، بس اتصلوا فيني من الجامعة، قال في عندي مواد ولازم أقدمها. باين كأنك مو متحمس للسفر. بصراحة حابب إني غير جو بس يمكن ماني متحمس، جواتي شي عم يقلي لا تروح. يمكن عرفته، موجود هون مو هيك؟ مزبوط، هو اللي ما عم يخليني سافر. وهي شو قالت لك؟ شو بدها تقول؟ ولا على بالها، قصة الحب تبعي من طرف واحد. وهالحب صعب كتير. يمكن في أصعب منه. من كم يوم حكت لي أمي عن قصة حبها. بابا هو حبها الوحيد، مع أنه مانو موجود وصار له 100 سنين طويلة. ممكن حب أيام زمان كان غير شكل. هو هيك. يا ريت تنتبه أنت وماشي وما بقى تتفركش. عندك حق. مو كرمال شي، العالم رح يفكروا انك اكل قتلة. هي امي عم تتصل. اهلي مريم خانم. اه منك يا ابني. قلت لي انك مسافر على لندن اليوم وما عم اقدر شوفك. على القليلة خليني شوفك قبل ما تسافر. طيب خلص خلص رح ارجع البيت بسرعة، لا تاكلي هم. طيب بس لشوفك قدامي بصدق اللي عم تقوله. خلص يا امي، والله ماني مطول. اي عمي انت ما حكيت عنك شي، حاسس انه عندك شي بدك تقلي اياه. الشي اللي بدي اقول لك اياه نفسه صاير معك. انا مثلكم عايش نفس الحاله. رايح جيب قنينة مي، جيب لك شي معي. لا يسلموا كرم، ما بدي. قعدت وحاولت اشرح له الموضوع اكثر. اهلين كرم بيك. ألو كرم؟ ألو كرم ابني؟ ألو ألو نعم؟ ألو؟ ألو؟ مين معي؟